صدق الله العلي العظيم. باسم عوائل شهداء ثورة تشرين الخالدة وإخوانهم من ثوار ساحة الحبوب في ذي قار، نوجه هذا البيان إلى مجلس القضاء الأعلى في العراق. نحن ذوي شهداء تشرين ثورة تشرين الخالدة الذي ضحينا بأولادنا قربانا لهذا الوطن لأعلى صوت الحق ودفع الظلم والأحزاب الفاسدة عن هذا البلد الحبيب. ولكن للأسف قد مضى ما يقارب سنة على استشهاد أولادنا ولم نجد أي جدية في القضاء العراقي تجاه قضايانا، بل بالعكس وجدنا التسويف والمماطلة والتحقيق الروتيني الركيك الذي لا يتناسب مع الفعل الإجرامي المرتكب بحق الشهداء. ونخص بالذكر محكمة استئناف ذي قار الاتحادية التي لم تتخذ الطرق القانونية الصحيحة لتحقيق والمحاكمة، بل عرقلت قضايانا. وخير دليل الدعوة الأولى لعوائل الشهداء والمقامة ضد أوامر فوج المهمات الخاصة في ذي قار المتهم بقتل 7 شهداء. وبعد أن جمعنا الأدلة الكافية من شهادات عيانية والكتب الرسمية وتحقيق. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم ونسمع تعليقاتكم ونسمع ما تحبون تقولوه في شاشة الرافدين في المواضيع اللي نحب نطرحها. العراق مثل ما تعرفون من بدأ ثورة تشرين إلى اليوم هو يغلي على نار. السبب مو ثورة تشرين، ثورة تشرين قامت لأنه تريد تخلص العراق من طغمة فاسدة، تخلص العراق من فساد، تريد ترجع الحقوق إلى أهلها. المشاكل اللي موجودة بالعراق اللي يقول انه سببها ثورة تشرين او ثوار تشرين فهو واهم. واحدة من الاسباب عدم وجود وظائف ومشاكل التعيينات بالعراق وازمة التعيينات بالعراق. حتى نتكلم على هذا الموضوع راح يكون جزء من موضوع حلقتنا اليوم بصوتكم. فاي شخص يحب يتصل بالبرنامج يقدر يتصل على واحد من ذني الارقام الثلاثة حتى نسمع رأيه بهذا الموضوع. اضافة الى ذلك عندنا أرقام أخرى مخصصة إلى داخل العراق، هالرقمين ذني يقدر يتصل بهن، وعندنا رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب. برنامج الواتساب ما أقدر أستقبل عليه أي اتصال، فقط رسائل مكتوبة وأتمنى تكون متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها مرة ثانية. اليوم وجدنا تقرير على شبكة الانترنت بدعوة من النائب عن تحالف سائرون صباح العقيلي، دعا به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إكمال الخطوة اللي حكى بها وهي النزول إلى المتظاهرين الخريجين وتصحيح مسار التعيينات والاستناد إلى القوانين. أرد أسأل الأستاذ صباح العقيلي، في أي وقت استندت الحكومة العراقية إلى القوانين؟ وش وقت لقيت الأحزاب واقفة على القوانين؟ دائما نلقى الأحزاب تسير القانون لمصلحتها وتجير القانون لمصلحتها وتفسر القانون حسب هواها. يعني القانون اللي يخدمها يمشي والقانون اللي ما يخدمها ما يمشي. فأرد أسأل صباح العقيلي لما طلع وقال أنا أدعو رئيس الوزراء للنزول للشارع والاستماع إلى مشاكل الخريجين، يعني
التعامل ويا الموضوع انه هي طريقه للتعيين عفوا للتغيير، وهي خطوه كبيره ويجب على رئيس الوزراء ان يكمل هذه الخطوه، وما يمكن يعني لا يمكن شمول مجموعه بدون اخرى وعدم الاعتماد على اي معايير قد يجعل الامور تنقلب عليه. استاذ صباح، نسيت الاساتذه الاكاديميين اللي وقفوا بباب الوزاره واللي جت قوات التدخل السريع وفتحت عليهم المي الحار وضربوا النساء من الخريجين واصحاب او ذوي الشهادات العليا، يعني هاي منسيه مثلا؟ زين، يعني هسه اذا نزل مصطفى الكاظمي وحكى ويا الخريجين الاعتداء اللي صار عليهم ينسي؟ ابو طه من بغداد ويانا، حياك الله. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحية خاصة لك ولا قناة الرافدين. حياك الله أخوي. أستاذ أفل، بالنسبة للتعيينات والوعود الكاذبة اللي أطلقها حيث الوزراء، زين هاي مثل هيقول جيب ليل وخذ عتابه، زين يوعدون العالم وطلعون مظاهرات، زين طلعون مظاهرات يضربوهم، نعم يفتحون عليهم المي الحار، اعتقالات، زين يعني الدستور كفل حق المتظاهرة، نعم لا يمشون على الدستور، لا يمشون على قوانين زين مال دولة، واحنا ما عندنا المناسبة احنا كل دولة ما عندنا، زين شنو كان بهاي الخريجين اللي صار لهم 70 يوم نايمين بالشوارع، ولد وبنات يطالبون بالتعيينات، زين هم قد درسوا وقد تعبوا على نفسهم وقد صرفوا مبالغ عليهم اهلهم بحرها وبردها، زين المفروض هذول لهم بدايه التعيينات، يعني المفروض الخريج اول ما يتخرج يستلم يروح يقدم زين ويتعين. نعم. شنو هسه مثلا يتخرج ويظل 4 سنوات 5 سنوات قاعد، لو يشتغل عماله، لو يشتغل بستوته حمال، ولا هو الشغل معب، نعم بس وين راح هذا التعب اللي تعبه؟ وين الدوله؟ غير المفروض احنا عندنا دوله تباوع على المواطنين، تباوع على الخريجين، ثق بالله العظيم انا عندي اخويا عنده شهاده مع الاول متوسط اتعين بيها بالسبعينات، نهاية السبعينات اتعين بشهادة اول متوسط، زين وزارة النقد، نعم هسه عنده بروفيسور وعنده دكتوراه وما اعرف شنو وقاعد ببيته ساكت، ايش يسوون بالشعب ذولا؟ يعني ليون راح يوصلونه؟ اكثر من خل دمار تدمرون اياه، لا صناعة لا زراعة لا كهرباء لا مي لا تعيينات لا خدمات لا حصة تموينية لا تبليط لا كذا لا كذا، شنو قاصد من عندهم؟ شنو غايتهم؟ شنو يريدون يسوون بهالشعب هذا الانغضب عليه من جت هاي الحكومة من 2003 لحد الآن؟ كل ما تحاكي وقال لك النظام السابق، عم النظام السابق راح وانتهى دوره ومشت الأمور، زين على النظام السابق ما تتعين، انت جنت كذا ما تتعين، من اللي يتعين العد؟ ليش البنغلاديشيين يجون يشتغلون؟ زين والعراقيين مخلين ايديهم وقاعدين بها دوله هاي؟ اي بنا ارطب له تقدم له فايل تقدم له شيء يقول لك خلي المقسوم بالفايل. نعم. كانوا يستقبلون 25,000 هسه 25 قاموا حيستقبلوها، يقول لك طاجونيات 2 يعني 50,000. وين كل شيء بالدول هاي؟ المفروض خريج محترم يستقبلوه بكل رحابه صدير، يرحبون به بان هذا شخص مثقف صعب على نفسه ودرس، مو حاشا السامع يهينوه ويعتقلوه ويدمروه، ليش يعني ليش
شنو قصد هاي الحكومه؟ يعني دمرت الشعب بعد اكثر من دمروها، صار 17 سنه ونص اكثر من التدمير هذا اللي جانا. قمنا نتحصر على الدول، ابو الاردن يساعدنا وابو الدوله الفلانيه يساعدنا. احنا 8 ساعات كل الدول، العراق كان تاس على كل الدول زين. تالي هتالي هاي من 2003 نستلمت هاي الحكومه لحد الان، قمنا نتحصر على الكهرباء. يا وقت هذا الله يخليك كتاب أفل. نعم. وأنا أشكرك وأشكر قناة الرافدين. لا شكر على واجب أخي العزيز أبو طه. سعد من الكويت حياك الله. حياك الله ودوم يا أستاذ يا محترم، تحية لك وشكرا لك وللبرنامج وللقناة. حياك أستاذ. أنا أدين ونستنكر حجز حرية الأبرياء. الأبرياء ندين ونستنكر حجز حرية الأبرياء. كذلك يا أستاذي بالنسبة للبرلمان والحكومة عليهم أن يوفروا عمل للعاطلين ولو بنصف راتب. أيضا أستاذي أنا بغيت أسألك ما هو نوع المحاصصة؟ أما السؤال الثاني يا أستاذي بالنسبة يجب محاسبة من اعتدى على البدو والرحل. ميليشيا سابقا اعتدوا على البدو والرحل الأبرياء العزل، ما هكذا تورد الإبل يا أستاذي. أيضا يا أستاذي الناس تريد، نصف المجتمع يريد يعني أمن وأمان بالبر والبحر بالمنطقة بالمحافظة بالطرق بالشوارع يا أستاذي، وعودة النازحين لأوطانهم. طيب أخ سعد، بس أنا أريد أسألك أنه أنت سألت نوع المحاصصة، شنو تقصد يعني بسؤالك عن نوع المحاصصة؟ ما هو المحاصصة؟ ما مش فاهم من المحاصصة. أريدك تحسني يا أستاذ يا محترم. تمام، شكرا لك. شكرا وللقناة. شكرا لك أخ سعد. أما بخصوص المحاصصة الطائفية اللي حاصلة في العراق واللي جت على ظهر الدبابة الأمريكية بعد عام 2003 واللي انبنى عليها هذا النظام الفاسد، المحاصصة الطائفية يا أخي العزيز هي توزيع المناصب العليا ضمن الطوائف، وتوزيع حصص في البرلمان ضمن الطوائف، وتوزيع الدرجات العليا في الوزارات وفي المؤسسات الحكومية الكبيرة ضمن الطوائف. يعني الطائفة الشيعية لها هذا المنصب، والطائفة السنية لها هذا المنصب، والطائفة الكردية لها هذا المنصب. وهذا هو اللي صاير في العراق اليوم. تلاحظ أنه رئاسة البرلمان إلى السنة، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة الجمهورية إلى الأكراد. فهي هذه المحاصصة الطائفية، حالها حال ما يحصل في لبنان. رئاسات الثلاث في لبنان مقسمة، رئاسة الجمهورية تذهب إلى المكون المسيحي، ورئاسة الوزراء إلى السنة، ورئاسة البرلمان إلى الشيعة. احنا نفس الشيء، فهي هاي المحاصصة. لكن المحاصصة اليوم بالعراق ما توقفت فقط على الرئاسات الثلاث. نواب البرلمان هم داخلين ضمن المحاصصة، الوزارات والمؤسسات داخلين ضمن المحاصصة، المدارس والتعيينات ضمن الأساتذة أو المعلمين بالمدارس بالمحاصصة، الأساتذة الجامعيين بالمحاصصة، قبولات الطلاب بالجامعات محاصصة، حتى المنتخب الوطني لكرة القدم تلقي به محاصصة. فهو هذا مبدأ المحاصصة اللي صاير بالعراق. أخ سعد أبو الحسن من بغداد حياك الله. السلام عليكم أخويا، حيك وحي قناتكم البطلة التي تنقل الحقائق في العراق. حياك الله أخويا. بالنسبة لوضع المحاصصة والفساد اللي الآن المستشري في الدولة القائمة نظام الأحزاب الإسلامية، لا إسلامية مو إسلامية، هي خلقة المحافظة الطائفية، وهي خلقة الطائفية بسبب الفساد وبسبب سرقات اللي سرقوها من أموال الشعب. فأيضا المحافظة جاءت من خلال البرلمان عندما المكون السني أو المكون الشيعي في الانتخابات يحدد أنه هاي القائمة الفلانية إلى الطائفة الفلانية، والقائمة الفلانية إلى الطائفة الفلانية. إحنا ما نريد نحكي بالطائفة، وإنما الأحزاب الإسلامية اللي جت في ظهر الدبابة الأمريكية
هي خلقة الطائفية وهي خلقة المحافظة، الدليل أنه البرلمان اتجزأ إلى سنة وشيعة وكرد إضافة لهذا المسيح. الحالة الوطنية أنه الكفاءات العلمية يجب أن تأخذ دورها، فهنا نتيجة المحافظة إبعاد كل الكفاءات العلمية وانتشار الفساد في الدولة، وهناك وزارات أيضا على قولة أنه محافظة طائفية فيها مدير عام يجيبوه من فلان كتلة أو من فلان حزب، والوزير أيضا من فلان حزب. فشوف الوزارة أو المؤسسة، مؤسسات الدولة معينة إلى أحزاب ولا طوائف مقسمة، مثلا وزارة التربية إلى المكون السني، وزارة الخارجية إلى المكون الكردي، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، وكذلك أيضا شوف هم خلقوا المحافظة في سبيل يبقى وضع العراق على هذا المنوال. وبالتالي نعم شكرا لك ابو الحسن، اوجزت يعني ما موضوع المحاصصه الى الاخ سعد من الكويت، فهو هذا موضوع المحاصصه. لكن نرجع الى موضوع حلقتنا وهو الكفاءات والخريجين وازمه التعيينات بالعراق. يعني كل بلدان العالم لما يتخرجون جيل جديد يعتمدون على جيل الشباب، يجددون ما بين موظفين إلى أساتذة جامعيين، هنالك من يخرج على التقاعد ويدخل آخر مكانه حتى تظل ديمومة العمل موجودة في الناس والناس تتطور. لكن أنك تطلع الخريجين وتجيب ناس حسب انتمائهم الحزبي، هنا الدمار. أبو فيصل من السعودية، حياك الله. أبقى سبب سيد أخر، كيف حالك؟ ألف الحمد لله وشكر، تفضل. حياك الله وغنى الكادر الطيب. حياك الله. زاد بالنسبة للفساد الله يحفظك. بالنسبة للفساد هو مستمر في العراق، لأنه الحين الفساد ما فرق بين الكاظمي وعادل عبد المهدي، ما نفس الشيء، هو نفس المسار، لكن هذا أكثر كذب وأكثر مكر من هذا ويحتال، ونحن نشوفنا كثير يعني لم يتغير شيء، الوضع هو نفس الشيء. بالنسبة للتخصيص الوظائف وهذه هي لجماعتهم، النائب لجماعته، متخذين العراق للسرقة، هم كلهم لصوص من رئيس الجمهورية إلى مرور برئيس الوزراء، هم فرضوا على العراق ما يأتي رئيس وزراء لا يكون فاسد، لازم فاسد يسلم فاسد. ونحيي ثورة تشرين، إذا ما تحرك الشعب لن يروح هذا الفاسدين، لأنهم خاونة كلهم عملاء وكلهم سراق حرامية وقتلة. نحن شفنا أهل البصرة الأعزاء وهم يتظاهرون ويرفضون محافظ البصرة أسعد العيداني، ولا يقدر هذا رئيس الوزراء حتى يشيله، وقبله عادل عبد المهدي، وقبل حيدر العباد ما يقدر يشيله لانه تابع للميليشيات، هي سلطه الميليشيا. واما هذا الكاظم مثل الكاظمي هو خداع وكاذب، الذي يحل العراق باي شيء وتعيله. شكرا لك ابو فيصل. احمد من الموصل، حياك الله. احمد، قطع الاتصال يا الأخ أحمد، أتمنى يرجع لنا حتى نسمع رأيه بالموضوع. أبو حسن من بغداد، حياك الله. الله يحييك أخويا يا أفل. بالمحيي يا رب. الله يحفظك يا رب. طبعا هذول اللي يحكمون البلد جهلة، لا يعرفون يحكمون بلد، ودائما يعني أشوف هاي باب معظم وزارة الصحة، الناس تداعب حقوقها على التعيين، يا باستمارة الإلكترونية نداوم أريد ناخذ حقوقنا. ما يدول ما يريدون يعني ما يريدون يعيشون العراقيين بحرية أو يأخذون حقوقهم. هم دول سلابة قتلة إرهابيين، كلهم دول ما يخدمون البلد. يعني هذا العداء اللي قيل يقول لك ليش لازم ينزل رئيس الوزراء للمتظاهرين، هذا يضحك على نفسه، يضحك على يعني شلون بلد ما يبدو يتطور. يعني البلد كان قبل يدرس ويتعب وياخذ شهاده يخليه يطلع برا يروح يتعلم ياخذ يعني يطور نفسه، لو ما يطور نفسه راح يطور بلده. فهذول جهله يا اخي، يعني مو مال قياده الدوله او الشعب، هذول كلهم حراميه جاي اللصوص. يعني هسه يقول لك الموصل حوالي 5 ملايين برميل، يعني شلون النظام هذا، شلون حكومة، شلون بشرية، كلها حرامية وكلها ما تدري الشعب يرتاح. يعني حصة تموينية الباحة أروح لها بس الطحين، صار شهرين مو موزعين،
هذول يبدون يقتلون الشعب، يجوعوه يذلوه يهينوه. فالشعب اذا ما اذا ما يستحيل قلب على قلب ويصير يعني ياخذ اسناده من الكل، ما يرجع البلد كما كان، مستحيل. واسال الرئيس الفرنسي جاي العراق، تاريخ فرنسا معروف اخوي افل، يعني ذكرونه قبل 89 مو خميني ياخذوه من النجف فرنسا بعد 4 سنين ما ادري ايش قد، ولقنوه شو تسوي ما تسوي، روح سوى الثوره بايران وعلموه، قالوا شكوا العراق اول ما تبدي بالعراق، وما شاء الله حرب 8 سنين. فهذول كلهم قتله وما يحبون العراق ولا يدون العراق تطور ولا يردوا يستقر يوم من الايام. وناس بجهله صارت بصف الجهل جاينا من الخارج. فايش اقول لك يا اخي، يعني ابتلاء 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 من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم شكرا. البلد اذا ما يتحد اهله ما يستقر ابد. اذا ظل يوميه مثلا الناصريه طلعت، البصره طلعت، فلان منطقه فلان محافظه طلعت، ليش ما تطلعون يا شعب كلكم؟ هذول ترى مثل فيران، بس تهشها تنهزم. فتطلع البصره والناصريه وبغداد زي باقي المحافظات، شلون؟ تريدون حقوقكم؟ دافعوا عن شرفكم وعن حقوقكم. جوامع ضربوها، دياله، مصعب بن عمير بالحويجه، يعني هذول حاقدين جايين حاقدين. مو تذكرون لما قال المالكي انتهوا قبل ان تنهوا؟ يعني هم هذول اجرام، دمهم الاجرام والقتل. هم اللي يحبون العراق صدق، مستحيل يحبوا العراق. يعني لما صارت كورونا غير يسدون الحدود، قاموا يطبون الامراض على العراق والمخدرات والنهب والسلب والنفطين باقي جوا العبايه. فالبلد ما يستقر ما يستحل الشعب اخي وافل. نعم شكرا لك ابو حسن. اما يعني بخصوص صباح العقيلي، يعني قال جمله بالدعوه مالته، يقول من حسن الصدف، هل نعتبر من حسن الصدف توجهه لهذا المكان، يقصد الكاظمي دون غيره، او ان من حسن الصدف تواجد مجموعه من الخريجين حينها والذي مضى على وجودهم بالتظاهر اشهر في هذا المكان، او ان يكون احد الخريجين قد تواجد صدفه ليوم واحد في التظاهرات لينال فرصه التعيين. يعني اخ صباح، حتى ما ملاحظ الخريجين صار لهم اشهر واقفين بباب الوزاره يريدون تعيينات؟ ترى مو بس الخريجين اللي موجودين ببغداد، خريجين النفط واقفين صار لهم قرن بباب حقول النفط بالبصره وبغير اماكن يريدون تعيينات. على العقود مال وزاره الصحه بألف مكان الظاهره، ابذي قار وبواسط وبالنجف وبكربله وبغداد، وهمين يريدون تعيينات. والمعلمين مال المدارس همين الظاهره. يعني اي حسن صدف انت قاعد تحكي عليها؟ من حسن الصدف انه ورا اشهر يلا شافهم، شنو مطفي التلفزيون؟ لو ما عنده تلفزيون، لو الكاظمي يتاثر بشبكه الانترنت العراقيه ما توصل له، حال العراقيين مثلا. ام عبد الله من بغداد ويانا، حياك الله. عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الاكرام. حيا لحضرتك في قناتك الشريفه في العراق الشريف. حيا من قال. استاذ اريد اضيف على كلامك عن المخاصصه. يعني احنا يعني في بدايه من صار 2003 والله العظيم انا اشوف كل دوائر الدوله يعني مسيطرين عليها الشيعة، يعني كأنه ما أدري شنو هو. إحنا ترى في زمن قدام كان مجلس الثورة كان 55 شيعي، هم 75 شيعي، يعني هذول مو شرفاء كانوا يحكموا البلد. يعني إذا كان شيعي شريف أستاذ وبيقوم بواجبه وماكو سيطرة ولا ماكو، يعني الكل تفوت بالدائرة. يعني إذا كانت هي وزير سني، الوزير ولا إلى يعني شغلة بها، لأنه السكرتير مالته شيعي واللا شيعي. طيب يعني أم عبد الله، ذاك زمان وراح، احنا خلينا نحكي على هسه. احنا هسه قاعد احنا الظلم اللي صار علينا أستاذ هو شنو؟ مخصصة المخاصصة الشيعية اللي هذول اللي ما خافوا من الله، اللي قتلوا الشعب العراقي وأول ما بدأوا بالسنة أستاذ، هو هذا اللي مخاصصة. إحنا الشيعة إذا كان
الشريف ويحكم البلد وينطي خدمات ويقوم بواجبه تجاه وطنه اخليه على راسي. بس احنا احنا ام عبد الله احنا ما نريد نحكي بهاي، احنا الوطني وطني ان كان من اي طائفه ومن اي مكون ومن اي اقليه وحتى لو كان من غير ديانه، لكن احنا ما بدنا نحكي على 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 وطني وما بدنا نحكي على عراقي. احنا مر يعني ثوره تشرين عندها منجز، المنجز لها هي الغاء المحاصصه بين الشعب. نعم ما زالت المحاصصه موجوده بين الاحزاب داخل البرلمان، داخل الرئاسات الثلاث، داخل المناصب العليا والدرجات العليا في المؤسسات الحكوميه. أعترف أن المحاصصة موجودة إلى اليوم، لكن الشعب ما راضي بيها، فالحل شنو؟ والله إحنا كموظفين يعني يضغطون علينا إحنا أنا أستاذ أنا اللي دا أقول به الشيء الوطني دي يقدم خدمة بكل رحابة صدر لشعبه، لكن إحنا جابونا الأمريكان طغمة، هو استغلوا الضعف اللي موجود بالشعب العراقي هي النعرات الطائفيه، فخلوا على اساس انه الحكم يصير شيعي، يعني فهذا يعني احنا ما نقبل بالشيعي يحكمنا، لا، اذا كان شريف واذا كان يحب وطن واذا كان ما يسوي تفرقه ما بين الشعب العراقي، سواء لا هذا شيعي ولا هذا سني ولا هذا كردي. استاذ بس اريد امسي ملحوظه، احنا بال يعني بالحلقات السابقه انه طرح موضوع انه لازم تبقى الثوره سلميه، بس اريد اسال سؤال استاذ حضرتك، انه اكو ثوره بالعالم صارت سلميه؟ يا ثوره قل لي بس، اكو ثوره صارت سلميه؟ يعني هي اكو ثورات مسلحه واكو ثورات سلميه، وين قل لي باي دوله ثوره سلميه؟ بس ثورة الانقلاب اللي صار على أردوغان طلعوا الشعب بشكل سلمي ووقفوا تجاه الأسلحة والدبابات، وليش؟ لأنه كانوا بدون يحافظون على بلدهم لأنه حتى لا يتدمر، بس إحنا طلعوا شعبنا إحنا لأن الشعب متدمر، ما عندنا يعني الشعب منهوب جوعان يعني يريد لقمة يريد تعيين، يعني هذا الشعب اللي لازم يطلع عليه، يعني راح تبقى سلمية سلمية ودين قتلون؟ لا والله أرفع سلاحي وأقاوم. ويا أم عبد الله يعني أنت اللي قبال الجبار اللي دا يتعامل ويا الثوار ودا يتعامل ويا الشعب العراقي، هو بدون ثورة دا يقتل بيهم، زين شالوا سلاحهم شو يسوي بيهم؟ إضافة إلى أنه ثورة بغداد أو ثورة تشرين إلى اليوم ما لقت لها حاضنة دولية، الحاضنة الدولية إلى اليوم هي ويا الحكومة، بعدها الأمم المتحدة معترفة بس بالحكومة، وبعدها الأمم المتحدة معترفة العفو المجتمع الغربي معترف بالحكومة ويتعاملون ويا الحكومة وماكو حاضنة دولية. فأتي ما عندنا حكومة، إحنا عندنا احتلال، احتلال أمريكي، احتلال إسرائيلي، احتلال إيراني، احنا ترى شعب مهضوم بكل طوائفه، يعني انا ما اقصد انه انا اريد اذم الشيعي، لا، انا اذم السني والشيعي اللي مخش ادمي واللي يلزم زمام الامور وهو ما بينصح حق الشعب العراقي، وتحياتي لك. نعم شكرا شكرا لك ام عبد الله. ابو حميد من بغداد كان من المفترض ان يطب ويانا بالبرنامج لكن فصل الاتصال، اتمنى يرجع لنا حتى نسمع رايه بالموضوع. اما حاليا من الحويجه وعد. ها؟ حياك الله اخت وعد. الو. حياك الله اختي. شلونك اخوي؟ هلا بيك اختي. شلونكم واخباركم؟ نحمد الله على كل شيء، تفضلي اختي. والله احنا من المخيم وشويه حالتنا تعبانه وعلى مدى التعويضات وشو ما كل شيء. باي مخيم حضرتك اخت وعد؟ ليلان. مخيم ليلى مع كركوك. نعم. ايه. واحنا نازحين ومن الحويجه وحالتنا تعبانه، والله شعري بنرجع ما بحالتنا شيء ثاني نرجع. نعم. وقررنا التعويضات ووعدونا وكل شيء ماكو، هل اكو تعويض صحيح لو لا؟ الجهات الحكوميه شو تقول لك؟ والله يقولون اكو، ما ادري صحيح لو كذب، ما اعرف. ما جتنا حكومة ولا منظمة، داخل يوم عن منظمات افترس وما يصحيح لو كذب. نعم. لحد الآن ما حد جي. نعم.
ما ادري عاد. نعم. يقولنا صحيح التعويض لا. احنا هنا المخيم حالتنا تعبانه، هسع مي ماكو، كهرباء قاعد ينقطع. هسع احنا ثلاث ايام ماكو ميه. نعم. عدنا ثلاث ايام ما عندنا ميه. نعم نعم نعم، وصلت وصلت رسالتك اخت وعد. ان شاء الله نتاكد من موضوع يعني بالنسبه الى الحكومه، هي قالت اكو تعويضات هوايه بس الى اليوم ما سمعنا انه اكو احد تعوض، لكن هي المفروض هذا واجب الجهات الحكوميه هي اللي جاوبك على هذا السؤال مو احنا. برنامج صوتكم مستمر وياكم بس بفاصل قصير ونرجع لكم، لا تروحون. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. حياكم الله من جديد. التظاهرة اللي شفتوها هسه هاي تجمع الخريجين للتظاهر والمطالبة بالتعيينات، هاي ببغداد. المشكلة انه قضية التعيينات مو جديدة، يعني ثورة تشرين اذا طاعت بنهاية 2019 فهي مو جديدة، اكو هواية من التظاهرات اللي طلعت بال 2015، يعني بوقتها كانت اكو شحت وظائف مدنيه وميزانيه تقشف وخريجون ما يتخرجون، وكان الخريجين غاضبين لانه ما حد وفر لهم التعيينات، وكان الكل وخصوصا اللي يراقبون الوضع يعرفون انه التعيين الحكومي كان اصلا يعاني من مشكلتين، هي زياده عدد العاملين البطاله المقنعه او يسموها، وانعدام الكفاءه، لانه تلقي كل واحد من رؤساء الكتل معين ابن اخته وابن اخوه وابن خاله وابن خالته وابن عمه وابن عمته معينهم باماكن هو ما يستحقها اصلا. ابو حميد من بغداد ويانا، حياك الله. ابو حميد، انقطع الاتصال ويا ابو حميد. شكرا جزيلا الى اللي دا يحاول يتصل بينا، بس مشكله الاتصالات بالعراق معروفه الى القاصي والداني، وهي جزء من الفساد اللي صاير بالعراق، انه الشعب يدفع فلوس على شبكات اتصالات ويا مكثرهم بالعراق وما يحصل اي خدمه، لانه ابو شبكه الاتصالات يعرف ما حد راح يحاسبه. ليش؟ لان يا مصادق لرئيس حزب، يا مصادق لرئيس ميليشيا، وهذا دا يمشي له اموره، فالناس تخافه فما حد يقدر يشتكي عليه. يعني التقارير اللي عندنا تقول ثلثي الموازنه العراقيه ده تروح رواتب، يعني اذا الميزانيه 90 مليار، 60 مليار ده تروح بس رواتب. بس المشكله وين؟ اللي ده ياخذ الراتب يا موظف وهمي اللي سموهم الفضائيين، واللي طلع حيدر العبادي قال قضيت عليها، ويوميا تطلع لنا قائمة جديدة فلان وفلان، وحتى اكو ميتين متعينين. يا رفحة وغيرها وغيرها، يا ينطي تقاعد إلى برلماني ما يستحق التقاعد. يعني طلعوا لي قانون التقاعد كله، وقروا لي اياه، شوفوا لي موظف كفاءة، العفو، موظف خدمته 4 سنوات ياخذ تقاعد، أو 8. صباح من بغداد ويانا، حياك الله. وعليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام.
بالنسبه للتعيينات حاليا هي واقفه من 2015. طبعا الميزانيه يعني وزاره التخطيط على وزاره الماليه المفروض بها تخلي درجات وظيفيه لكل الوزارات. نعم. وتتقسم هاي الدرجات الوظيفيه للمحافظات، يعني الدوائر الموجوده مثل التربيه، تربيه الانباره وتربيه البصره وغيرها تجيها نسبه مخطط لها من قبل وزاره التخطيط ووزاره الماليه تخصص درجات وظيفيه، هذا الشيء ما صار من 2015 لحد الان. وين تروح هاي الدرجات الوظيفيه بالنسبه للناس اللي باي وزاره اكو متقاعدين واكو مفصولين عن العمل واكو متوفين واكو يعني عده امور اللي عليهم مجالس وغيره، هذول راح تنتهي خدماته وتصعد درجته وين؟ المكتب الوزير او الوكيل الوزير الاداري. احكي لك هذا يعني من ضمن معلومات دقيقه من نفس مكتب الوزير. فهاي الدرجات التعويضيه يسموها اللي هم موظفين كانوا بالاساس وطلعوا للتقاعد او توفى او معتقلين او مفصولين، وتعرف هاي الهجره في المحافظات السنيه هواي ما قدروا يرجعون مناطقهم ويسوون مباشره من جديد، فانفصلوا ذولي. الاف مؤلفه من الدرجات التعويضيه تصعد الى مكتب الوزير، هاي وين تروح؟ المن هم الهم بيناتهم يتبايعوها. وشوف احنا ساكو سوق بورصه مال تعيينات للدرجات الوظيفيه، يعينون بدفتر وبدفترين وبغيرها حسب كل وزاره يعني. فهاي الدرجات التعويضيه وينها اذا وزاره التخطيط والماليه ما خصصت؟ يعني ما راح تخصص، لان الميزانيه احنا نعرف بها تروح للدفاع وللحشد ويا دوبك تكفي المرجعيه والسراق والفاسدين والاحزاب الفاسده. هاي الطلاب اللي جاي يتخرجون يقعدون اللي مهندسين ودكاتره وغيرها ومن المعاهد والكليات واهلهم تعبم عليهم وصرفهم عليهم، بالتالي يجي يقعد يبيع شاي او يقعد بالبيت حال الموجودين انه خلص دراسه وقعد. ها هي يعني الدوله وينها؟ موقف الدوله وينها؟ المرجعيه بدل ما تعطي فتاوى بغير جهه او تسوي امور غير صحيحه، المفروض بها توصي رئيس الوزراء بتخصيص درجات وظيفيه لكل المحافظات بدون استثناء. يعني قاعده الناس لا شغل ولا عمل، ولا الدوله مفكره بالخريجين نهائيا. خريج مهندس يقعد لا شغل ولا عمل، ليش ما تستفاد من عند الدوله؟ ليش جايبي لي ناس ماخذين شهادات بغير دول؟ ماليزيا وبالهند وبغير دول اللي ما عندها درجات عاليه من نسبه يعني تعليم عالي عندها، يجيبون شهادات يشتروها ويجون يتعينون دول اللي عندهم ماسطات، شوف وكيل الوزير او الوزير معينه قرايبه او غيره، ويبقون الناس اللي تعبت عليهم اهاليتهم بالعراق بدون تعيين. ليش؟ شنو الاسباب؟ ما حد يقدر يحكي ويا رئيس وزراء العبادي او مصطفى الكاظمي، يجي اكو تراكمات من اخطاء سياسه قديمه من المالكي على عبادي على عادل عبد المهدي، وتراكمت براس مصطفى الكاظمي، ومصطفى الكاظمي يقدر يصدر قرارات ان الدرجات التعويضيه تطوها للناس اللي جاي تتظاهر، يعني حقها. الدوله لازم توفر وظيفه للمتخرج، لكن الدوله من ما تفكر بهالشيء؟ اذا الغايه شنو؟ الغايه لا تفتح مصانع ولا تفتح شركات ولا تتخلي اليد العامله هاي الموجوده بالبصره وبالعماره الاجنبيه ان تقوم بطردها. شنو؟ ابن البلد اولى مهما تكون جنسيته، ابن البلد اولى. هاي الشركات المتعاقد معاها المفروض اقول لهم اليد العامله اريد 30,000 درجه بالبصره، 20,000 بالعماره في سبيل اهل المدينه، يجون يتعينون بالشركات النفطيه الموجوده بالجنوب، لكن يجيبون يد عامله كلها متفق عليها، يعني متفق ويا الشركات، شوف رئيس الوزراء او جماعه الحشد او المرجعيات، ياخذون نسبه ويقول لك اشتغل بكيفك. ليش يشتغل بكيفك؟ هاي الميناء وغيره والمنافذ الحدوديه المفروض يشغلون هاي الشباب الموجوده، لكن الحكومه ما تدير بال، لان الوزير ووكيل الوزير والمرجعيات والحشد قادة الحشد كلهم مستفادين وعندهم أملاك بالخارج من وراء هاي الميزانيات. العراق ما يفكرون ابن البلد والمواطن العراقي ايش ياكل وايش يشرب وشنو تعيينه، وكلها غلط بغلط. نعم شكرا جزيلا لك اخ صباح. طبعا يعني التقرير اللي جبته اللي بداية عام 2015 يحكي عن التعيين وأزمة التعيين بالعراق، واللي قال انه ثلثي الموازنة العراقية اذا تروح للموظفين، يعني يقول نقاط مهمة هذا التقرير. يقول أكو زيادة كبيرة بعدد الموظفين بكل دوائر الدولة العراقية، لكن أنه الإنتاجية منخفضة بشكل كبير. هاي عليها ألف علامة استفهام مو واحدة. النقطة الأخ
يقول التعيينات مبنية على نظام المحاصصة السياسية والطائفية الحالي دون إعطاء قدر كاف من الاهتمام لمعرفة ما إن كان الشخص مناسبا للوظيفة أم لا، ولا توجد ثقافة المراجعة والتقييم والتطوير المهني. بل الحقيقة أن التعيين الحكومي هو وظيفة مدى الحياة، وأن التعيين الحكومي ما ينفصل منه أحد أبدا، ويعتبر وظيفة يعتبر زائدا، بل ينقل من قسم إلى آخر حتى لو لم يكن كفؤا. ولأنه التعيين الحكومي يوفر راتب مدى الحياة، لأن أكو وراها تقاعد فأكو عليها طلب. فقضية التعيينات اليوم بيع وشراء، أكو اليوم سماسرة بالعراق لبيع الوظائف. حتى رئاسة مجلس النواب محمد حلبوسي ما أخذها إذا مو بصفقة. كل الوظائف اليوم بالعراق هي عبارة عن صفقات. قبل ما أكمل التقرير، أكو نقطة كلش كبيرة ومهمة. رسائل الواتساب اليوم وياي: السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة للجميع. أستاذ، كل اللي جرى بالعراق متفق عليه من قبل دول الغرب بقيادة إدارة الاحتلال الأمريكي ودول الجوار وحكام الدول، إرضاء للكيان الصهيوني الإمبريالي وانتقاما لإيران خميني المجوس، من قبل العملاء المحسوبين على العراق أمثال نوري المالكي وقيس الشر الخزعلي وقزم الانتقام هادي العامري وأمثالهم من الذيول، وأقول هيهات من الذلة. إرادة الشعوب لا تقهر، والنصر حليف أبطال ثورة تشرين المباركة وأهل العراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة أخرى وياي: السلام عليكم، أتمنى تقرأ رسالتي. نطالب بالعفو العام وتبييض السجون، نطالب حكومة الكاظمي بالنظر إلى ملف المعتقلين، لأن الملف الأهم واللي يحدث به كثير من ظلم وتواجد ملايين من السجناء المظلومين في كافة السجون العراقية الظالمة. حسبنا الله ونعم الوكيل. وينكم يا شيوخ العشائر؟ أنتم الشيوخ فقط بالاسم، وين المرجعية الدينية؟ من تقولون المرجعية الدينية تطالب بالعفو العام، وين العفو العام؟ وينه؟ فأتمنى النظر بعين الإنسانية واللطف وإعطاء عفو عام، مطلبنا الوحيد العفو العام قبل فوات الأوان. السلام عليكم، العفو العام مطلبنا ونرفض الخاص. نطالب الكاظمي بالإسراع بإصدار قانون عفو عام من قبل فوات الأوان. في أوضاع السجون تسيء يوما بعد يوم أو تسوء يوما بعد يوم، وأبناءنا السجناء يعانون من الجوع والعطش والتعذيب وكثرة الأمراض المنتشرة داخل السجون. وصلوا أصواتنا، العفو العام مطلبنا. هاي الرسائل اللي وصلتني اليوم. أما التقرير يقول بحسب دراسات بال 2013 مو بال 2020 إنه آخر تقدير لسكان العراق هو 35 مليون و 100 ألف، مصنف منهم 20 مليون شخص بالغ ما بين 15 و 65 قادرين على العمل، لكن الحجم الحقيقي للقوى العاملة هي 8.5 ملايين، وهو رقم منخفض جدا. وسبق ايضا انه الاناث الموظفات 15% فقط من 8.5، وعد الدولة 3.5 مليون موظف مدني دائمي، اضافة الى 1 مليون بعقود محددة، وتضاف انهم القوات الامن 1.5 مليون، يصيرون 6. يقول إضافة إلى ذلك أكو 1 مليون يستلمون رواتب من الرعاية الاجتماعية، يعتبرون حسب القانون كموظفين، هاي صاروا 7. يقول أما الباقي فهذا اللي تلعب به الدولة، أما ذولا همين خاضعين إلى محاصصة. لكن المشكلة مو هنا، المشكلة يقول إنه الشعب العراقي شعب ياثر 40% منه تحت سن 15، ومعدل النمو السكاني ب 2.6%، وهو ضعف المعدل العالمي. ومن المتوقع أن يصل تعداد السكان الكلي إلى 80 مليون بحلول عام 2050، وفرص التعليم ومشاركة الإناث في القوى العاملة منعدمة إلى الآن، ما يعني أن الطلب على الوظائف بالأعوام القادمة من المفترض أن يزداد. هاي شو وقت؟ هاي بال 2013، احنا اليوم بال 2020. بال 2020 الفضائيين بعدهم موجودين، تعيينات ماكو، العقود موجودة، رواتب ماكو، فساد اكو، محاصصة اكو، مشاكل اكو، عدم إدارة اكو، عدم النظر يعني إلى المستقبل اكو، خطة للمستقبل ماكو، كل مشاكل موجودة اليوم بالعراق. إن السبب وين؟ هم ذول اللي جوا يحكمون،
هم ذولا اللي جابوا المحاصصة وجابوا الدستور اللي صدعوا روسنا به، واللي جابوا البرلمان، واللي جابوا الأحزاب، واللي جابوا الميليشيات، وبلش القتل والسلب والنهب والأتاوات على قدم وساق. لكن الكلمة الأخيرة والفصل بهذا الموضوع كله ترى مو إلهم، لأن ما راح تدوم لهم. لو دامت الغيرهم ما كان جتهم، فما راح تدوم لهم. الكلمة الأخيرة هي إلكم أنتم يا الشعب العراقي. برنامج صوتكم انتهى. قبل ما نختم نحب نذكر أنه عندنا تردد جديد، تردد قناة رافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. فأتمنى من الجميع أنه يدخل هاي الإعدادات الجديدة على أجهزة الاستقبال الخاصة به حتى نظل مستمرين وياكم ببث برامجنا ونشرات أخبارنا. نلتقيكم إن شاء الله على خير في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج صوتكم. في أمان الله.